ثلاث لمسات لتوثيق الشعر الشعبي. حسين رتبة وراتب بجيب الفقير، حسين حكمة وموعظة لأهل الرتب، حسين ما دنك بباب المغريات لهالسبب، دنك ببيبان الذهب، حسين لو صاير عضو بالبرلمان ما يروح المكة ويعوف الشعب. هذه الأبيات كانت للديواني السيد عماد المطاريحي، أول المعزين في هذا المهرجان، شاعر تعرفونه جيدا، يمتلك قلبا طيب ووجدانا أبيض كوجهه، الشاعر رحمن الركابي مستقبلا بالصلاة على محمد وآل محمد. رحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عفج عفج ديرة كرامة وناس تنزف طيب، عفج ديرة كرامة وناس تنزف طيب، وقت الفزع شدا فيهم انطاقي، بعفج عدنا الكرم ينضرب بيها مثال، لأن عدنا العشاير عبرة الراقي، ما أذكر عسام بعفج كلهم زود، ويحق لتباه أقول لها السبب باقي، البعض ديرة غريب يقول عنها شلون، وهي أم العصارة وطيبة عراقي، أرحب باللي يجي، أرحب باللي يجين ومو تملق لا، أقدم طيبته وقصد أعكس أخلاقي، أنا ابن الدلة الوادم درب الطيبة يصير منين. ادعموهم ادعموهم، الفرحة تريد شدة حيل، ادعموهم الفرحة تريد شدة حيل، ويا هليالة اللي نيم كم طفل فرحان، ويا هليالة اللي يساعد ناس حتى تعيش، ويا هليالة اللي يساعد ناس حتى تعيش، هم يسعد ضميره ويسعد الرحمن، اللي يشوف أطفال تفرح هو هم يرتاح، ينام بلا قلق لا حزين لا تعبان، وإحنا أخوان كلنا وندروا العباس، أبد ما يظل حزن من تنجمع خوان. سلام عليكم.